وكيلات جلالة الملك، السادة النواب الغلام اليوم، السيدة والسادة رؤساء الجامعات، السيدة والسادة المنتخبين، السيدة والسادة المسؤولين الإداريين والأمنيين والعسكريين، السيدات والسادة ممثلي المصالح الإدارية للمركزة، السيدات والسادة الصحفيين ممثلي المنابر الإعلامية، سيداتي سادتي، مفيدا للتعليمات الملكية الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده الداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية برئاسة لجنة السلطان، والمراهنة على تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية. أعلنت وزارة الداخلية عن حركة انتقالية في صفوف نساء ورجال السلطة همت ما يفوق 1116 من هذه الفئة من الموظفين يمثلون ما يناسب 25% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية على المستوى الوطني. وتشكل هذه الحركة مناسبة جديدة لتنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى الانتقال التدريجي من نموذج الوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات المهنية إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات بما ينسجم والمفهوم الجديد للسلطة الذي أسس صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده في خطابه التاريخي ل 12 أكتوبر 1999 بمدينة الدار البيضاء، والذي أرسى مرجعية ومعالم ممارسة تدبير السلطة على ضوء الدينامية التي تعرفها بلادنا في شتى المجالات والميادين. كما ركز خطاب مولانا صاحب الجلالة على مفهوم جلالة السلطة كطريقة جديدة لتعامل المواطن مع الإدارة، حيث أكد جلالته أن أصبحت اليوم الإدارة في خدمة المواطن وليس العكس.